لو هالليل الببال بيتحقق شو عبالي بغنيها لأحلى الصبي جاي الليل عبالي غنية من ألحان المكسيك الهنية لو هالليل ببالي بيتحقق شو عبالي بغنيها لأحلى الصبي جاي الليل عبالي غنية من ألحان المكسيك الهنية لو هالليل ببالي بيتحقق شو عبالي بغنيها لأحلى الصبي وغنيلة مقبيلة يا حلو يسموها تكيلة واحكيلة عن قلبي اللي دايخ بحب التكيلة بدي الليل القصة وغنيلة مقبيلة يا حلو يسموها تكيلة واحكيلة عن قلبي اللي دايخ بحب التكيلة جاي الليل عبالي غنية من ألحان المكسيك الهنية لو هالليل ببالي بيتحقق شو عبالي بغنيها لأحلى صبي جاي الليل عبالي غنية من ألحان المكسيك الهنية كاس الحلوة إلينا وسلينا ومورينا وماريا أنطونيا خوانيتا وخيمينا ما اخترنا يا قلبي ورح يمشوا بالينا كاس الحلوة إلينا وسلينا ومورينا وماريا أنطونيا خوانيتا وخيمينا ما اخترنا يا قلبي ورح يمشوا بالينا جاي الليل عبالي غنية من ألحان المكسيك الهنية لو هالليل الببالي بيتحقق شو عبالي بغنيها لأحلى الصبي جاي الليل عبالي غنية الحال لو هالليل اللي بالي بيتحقق شعبالي بغنيها لأحلى صبي كاس الحلوة إلينا إلينا مارينا مارينا كاميلو 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 طمني يا كاميلو تمشي منيح لأنه مطرح لتدريبات العسكرية مجمد بشار جبال بوينو كاميلو بوينو خوان كيفك يا خوان كاميلو اللي في حدا غايب كنا حاضرين ونطين عوامرك ترميح كومبانييروس إذا بتريدوا شاركوا لهون قبل ما نبلش بدي أشكر كل شخص تبه الدعوة واجع الاجتماع السري بالمكسيك وبحبه من كل قلبي خص بالذكر ماريا أنطونيا جونزاليس استقبلتنا بيتها اليوم ماريا أنطونيا هالشخص اللي واقف قدامكم كلكم حافظين اسمه بس قسم منكم لأول مرة رح أتعرف عليه حضرته بيكون الكوماندانت فيدال كاسترو جينا على المكسيك بهدف واحد نخلق معسكر تدريب بعيد عن رجال باتيستا ونرجع لكوبا جيش مدرب ونظامي اخوان كم شخص صرنا؟ صرنا حوالي 80 كوماندانتي كثير منيح ما بدي اسمع حدا عم بيقول هن اكثر الشعب معنا وفي قوة نفرتنا بكوبا بقيادة سيليا سانشيز والاتحاد السوفيتي رح يدعمنا صحيح ما حدا بيقرر مصير امريكا اللاتينية لا الاتحاد السوفيتي ولا غيره مين في جوا؟ أرجنتين، بوليفيا، بيرو، كوبا، كلنا بلد واحد ولازم نحارب سوا لتحرير أمريكا اللاتينية هاي هيدا هو العنفوان الأرجنتيني شيء بيضل أفضل من الانحياز السوفيتي فيدال هيدا هو اللي خبرتك عنه إرنستو هاي فيدال أنت الطبيب الأرجنتيني اللي برم أمريكا اللاتينية على المصير أنا ورفيقي وعشرت بلا ما نشتري أكل ولا نستأجر مطرح للنمت وكيف أكلته ونمته؟ ما حدا حر قد الطبيب يحمل الشنطة وبيمشي بتصدقني إذا قلت لك اتكلنا على الضيافة اللاتينية؟ لا إلا إذا حكمت الناس ببلاش شيء كمشتا
فيدال كاسترو ارنستو جيفارا. تشيه عيط له تشيه بضل يقولها هيك بنحكي بالارجنتين ما إلا معنى معين حط كلام هيك تشيه هلا هودي خرس ثوره سيجار جراسيا ارنستو قل لي شو رايك بمشروعنا؟ المشروع منيح بس انا بامن انه كل شعب له حق يقرر مصيره بنفسه وانتو هيئتكم متكلين كثير على الدول الكبيره. اذا بيصيرنا دول عظمى بتامن بنفس الافكار ليش لا؟ كلهم اضرب من بعضهم هلكني وما كان يقتنع. هلا بدك تقول لي انه نظام الولايات المتحده مثل نظام الاتحاد السوفيتي؟ روّل شو خص الانظمه بالبلدان؟ هلا اذا بتخيرني يمكن نقل فكر الماركسي بس ما تقنعني انه الاتحاد السوفيتي عم بينفذ ماركس بكل سياسته. شيء نحن بهمنا ينتهي النظام الديكتاتوري بكوبا والاتحاد السوفيتي اليوم عم يدعمنا. انت اليوم عم يدعمكم بس رح يجي نهار ويطلب منكم مقابل. ما كل هالدنيا مبنيه على المصالح، معقول يساعدنا هيك بدون مقابل؟ رول المقابل ما رح يكون مجرد خدمه. شو بتقصد؟ كوبا رح تكون المقابل. شو هالحكي؟ الاتحاد السوفيتي برهن لليوم انه مثل الولايات المتحده، عنده نفس النوايا التوسعيه، اذا دولة امبريالية وما لها علاقة بمصر. معقول الاتحاد السوفيتي هم شوية امبريالي؟ طبعا ما كل دولة بتساعد دولة تانية عشر انها تتحكم فيها وتسيطر على سياستها هي دولة امبريالية بالتعريف وبكرة رح تتذكروا كلامي. ما رح نتشارع تسمية هلا بهمني كوبا. لك ارنستو لو بدي اتعامل مع الشيطان الثورة بدها تنشأ. ماكيافيلي فيدال إذا شعوب أمريكا اللاتينية كلها ما حررت حالها بدون مساعدة إمبريالية ما تتأمل. فكك هن لوحدهم بيعرفوا يلعبوا بالسياسي، ما أنا فاهمين كل لعبتهم، ليك شيء. الدول الصغيرة الذكية هي الدول اللي ممكن تلعب على تناقضات الدول الكبيرة. بتاخذ اللي بنسبها وما بتعطي بالمقابل. لعبتها خطرة يا فيدال. بس إذا نجحت رح ندفع الثمن غالي. هلا بأسوأ الأحوال بضل نلاقي لنا شي كبش محرق يفش خلوق. شو يا ارنستو؟ نحن بحاجة لطبيب معنا. أنا هدفي حرر كل أمريكا اللاتينية. بس بالأول ثورتي، بعدين ثورتك. باتجاه ثورة عالمية. أنا مستعد. إذا هيك أنا معك كوماندانتي. حط النصر. حط النصر. خلص النهار وبعد ما بينوا غريب من ست ايام تركوا المكسيك يعني كان لازم يوصلوا على كوبا من يومين. اعطيني سيجاره. 82 شخص مع اسلحه وذخيره والمركب معمول ليحمل 25 وضع العاصفه بركي غرقوا. بيكونوا شافوا طيارات باتيستا عم تعمل دوريات فوق الخط البحري وقرروا ينطروا شوي. ثاليا صار لنا يومين ناطرين رح نلفت انظار علينا ما حدا بيتحرك يمكن يوصلوا بغيابنا وما يلاقوا حدا ننطر بعد. باتيستا عم يحكي على الاذاعه. قوات الشعب الكوبي وتحت قياده بيدرو اميلا قضيت اليوم على عصابه حركه 26/7 اللي بتضم حوالي 25 شخص اجوا على مركب صغير من المكسيك واولهم المجرم